أهم عنصر غذائي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والمحافظة عليه في المعدلات الطبيعية. البوتاسيوم وأعراض نقصه وأهم مصادره الطبيعية، ومين أكتر ناس معرضين لنقص البوتاسيوم، ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة جديدة من برنامج وقاية. أهلا بكم مرة تانية. أول علامة على وجود نقص في البوتاسيوم هو ارتفاع ضغط الدم، وده بيحصل بسبب دور البوتاسيوم المهم في توسيع الأوعية الدموية وتقليل الضغط على جدران الأوعية، وبالتالي نقص البوتاسيوم بيتسبب في ضيق في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم. وفي دراسة جديدة وجدوا أن نقص البوتاسيوم بيزود من ترسيب الكالسيوم داخل الشرايين، وده بيتسبب في الإصابة بتصلب الشرايين، وبالتالي بيزيد احتمالية الإصابة بالسكتات القلبية والسكتات الدماغية. أما العلامة الثانية على نقص البوتاسيوم فهي احتباس السوائل في الجسم، وده بيحصل بسبب دور البوتاسيوم المهم في عمل توازن مع ملح الصوديوم داخل الجسم عن طريق تحفيز الكلى على طرد الكميات الزايدة من الصوديوم عن طريق البول. لكن في حالة نقص البوتاسيوم بيتم إعادة امتصاص الصوديوم داخل مجرى الدم، وبالتالي بيحصل احتباس للسوائل في الجسم. والعلامة الثالثة على نقص البوتاسيوم هي وجود مشاكل في عضلات الجسم والجهاز العصبي، وده بسبب دور البوتاسيوم المهم جدا في نقل الإشارات العصبية من المخ للعضلات، وده بيأثر على تنظيم تقلص العضلات زي عضلة القلب، وممكن يظهر على شكل عدم انتظام في ضربات القلب، وكمان ممكن يأثر على تقلص عضلات الرئة المسؤولة عن عملية الشهيق والزفير، وده ممكن يظهر على شكل صعوبة وضيق في التنفس، وبيكون له تأثير كمان على العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، وده ممكن يسبب مشاكل في الهضم والإخراج زي الإمساك والانتفاخ. وكمان نقص البوتاسيوم بيأثر على العضلات الهيكلية وبيسبب تشنج وضعف عام في العضلات. وعدم وصول الإشارات العصبية من المخ بسبب نقص البوتاسيوم ممكن يسبب الإحساس بتنميل وخضران الأطراف. والجرعة اليومية اللي بيحتاجها جسمنا يوميا من البوتاسيوم هي 4700 ملي جرام يوميا، ودي تعتبر أعلى جرعة من عنصر غذائي بيحتاجها جسمنا بشكل يومي، وصعب الحصول عليها عن طريق المكملات الغذائية، لأن أعلى جرعة موجودة من المكملات الغذائية بتحتوي على 100 ملي جرام من البوتاسيوم، وبالتالي الاعتماد على المصادر الطبيعية هي أفضل طريقة للحصول على الجرعة اليومية اللي محتاجها جسمنا من البوتاسيوم. ومن أفضل المصادر دي هي البنجر وأوراق البنجر أو الشمندر، وكمان الأفوكادو، وتعتبر الأسماك كمان مصدر مهم جدا للبوتاسيوم، والمكسرات والورقيات الخضراء بجميع أنواعها زي السبانخ والخس والجرجير والقرفس. لكن في بعض المرضى ممكن يكون استهلاك كميات كبيرة من البوتاسيوم مضر ليهم، زي المرضى اللي بيعانوا من مشاكل مزمنة في الكلى وعضلة القلب، علشان كده بيكون تحديد الكمية المناسبة من البوتاسيوم ليهم راجع للطبيب المتخصص. وأخيرا من أكثر الفئات المعرضة لنقص البوتاسيوم الرياضيين، وده بسبب فقد كميات كبيرة من البوتاسيوم عن طريق التعرق، وكمان مرضى السكر ومقاومة الإنسولين، والمرضى اللي بيستخدموا أدوية مضرة للبول لأنها بتسبب فقد كميات كبيرة من البوتاسيوم عن طريق البول، وكمان في حالة التعرض للإسهال أو القيء المزمن. ويعتبر عدم تناول المصادر الطبيعية للبوتاسيوم هي أهم أسباب نقص البوتاسيوم المعروفة. دمتم دايما في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.